السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه صدقة البئر الماء، بئر من ماء الذي أخرجت في قرية مؤامير لأجل المرحوم عبد الله سعودي الخالفين، لأجل المرحوم عبد الله سعودي الخالفين من عمان تحت الرعاية الخير كوميونيتي. الحمد لله رب العالمين، شكرا لكم وجزاكم الله الخير وبعد الخير جنة النعيم. ونسأل الله أن يغفره ويرحمه ويسكنه في الجنة. اللهم اغفر له وارحمه واسكنه في الجنة. اللهم اغفر له وارحمه واسكنه في الجنة. اللهم اغفر عبد الله سعودي الخالفين، عبد الله سعودي الخالفين. اللهم إن كان عبد الله سعودي الخالفين محسنا فزد في لسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه، ولقه برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه من جنتك. الحمد لله رب العالمين، شكرا لكم وجنة النعيم، ويرزقه الله جنة النعيم. أحسنتم على صدقاتكم. الحمد لله رب العالمين. Tuko katika kisima nambari 56 na hawa ndio baadhi ya wakazi ambao wako katika eneo hili. Tunashukuru Mwenyezi Mungu, suda yake imekamilika vizuri, na haya ni maji ambayo yamechotwa humo na pia bado yakiendelea kuchotwa. Na kisima chetu ndo hiko kama kinavyoonekana, na huu ndio ubao wetu. Tuko katika sadaka iliyotolewa na watu wa Oman kwa niaba ya Abdallah almarhum, Abdallah Saudi al-Khalfin, kutoka Oman chini ya usimamizi wa Al-Khairi Community, ikiwa ni kisima nambari 56 ambacho kipo katika kijiji cha Mwamilu kata ya Ntobo. Kijiji cha Mwamilu kata ya Ntobo, ikiwa ni tarehe 5 mwezi wa 7 2021. Alhamdulillah rabbil alamin. Tutasoma dua kuombea wale ambao wametoa sadaka yao, Mwenyezi Mungu aweze kuwalipa kila la kheri. Tutasoma ikhlasi moja na kunudhu bin nasi moja na faraki moja, kisha tumombe Mwenyezi Mungu azipeleke sadaka hizi ama kisomo hiki kwa huyu marhumu wetu Abdallah Saudi al-Khalfin. Al-Fatiha. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله سيدي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم ما قرأناه من القرآن العظيم، وما هللناه وما قبلناه، هادية نازلة إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم اللهم صل وسلم على ما قرأناه من القرآن العظيم، وما هللناه إلى المرحومين عبد الله سعود الخالفين. اللهم إن كان محسنا فزد في لسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه، ولقه برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه إلى جنتك. اللهم نحن لقد جئناك راغبين إليك، نريد شفعاءك إليه ونريد شفعاء له. اللهم إن كان محسنا فزد في لسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه، ولقه برحمتك الأمن من عذابك. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله. ربنا اغفر لنا جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل كل من يستقي الماء في بئرنا هذا أوصل الثواب إليه. اللهم اجعل كل من يستقي الماء في بئرنا هذا أوصل الثواب إليه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.